ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا الشيخ سامي السعدي. شيخ سامي مساء الخير. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. شيخ سامي، تصريحات وتهديدات السيسي بدخول ليبيا، هل يمكن أن نعتبرها محاولة أخيرة منه من النظام المصري لبناء نظام استبدادي في ليبيا والقضاء على بذرة الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي جميع المشاهدين. نعم طبعا السيسي هو يعني ضمن مشروع ما نسميه اليوم نحن بمحور الشر على الحقيقة، يعني الإمارات والسعودية ومن ورائهم فرنسا والعدو الصهيوني وهؤلاء، يعني يريدون للمنطقة أن تكون تحت هؤلاء الاستبداديين. السيسي في مصر وقد نجحوا في ذلك للأسف، ويريدون غرس حفتر كامتداد لهذا المشروع ولخدمة صفقة القرن وغيرها. ولكن الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى ونصره لعباده المؤمنين، ثم ثبات أبطال قواتنا وجيشنا وقوات بركان الغضب، يعني كانت بمثابة الصخرة التي انكسرت عليها مؤامرات هؤلاء الأعداء. فيعني السيسي لا يريد للاستثمار الذي بدل فيه مالا وجهدا وجنودا أن يضيع، وطلب منه هذا، فأراد أن يعطي دفعة معنوية لفلول الكرامة المنهزمين والذين فروا وتركوا مواقعهم، يريد أن يعطيهم دفعة معنوية لهذا. ولكن نحن يعني سواء في هيئة علماء ليبيا أو كل مواطن ليبي حر يرفض الاستعباد والاستبداد ويريد التحرر، سيكون نفس له نفس الموقف. يعني لابد أن نرد على هذا التطاول وهذا التهديد، وإن كنا نرى أنه تهديد فاشل، يعني محاولة كما يقال رقصة المذبوح، لابد أن نقول كلمة الحق في هذا. وربما جزء من الكلام ليس لشخص السيسي، نحن عندما نذكر بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما جاء في مقدمة البيان الذي أصدرناه باسم الهيئة، يعني فإننا نذكر كل من وقف موقفا في المكان الخطأ، ووقف مع المعتدي الظالم ضد المظلوم، ووقف مع الحق ضد الباطل، ووقف مع يعني عسكرة الدولة والديكتاتوريات في مقابل يعني رغبة الشعوب في التحرر وأن يكون للمسلمين في ليبيا أو في غيرها دولة يعني مستقلة وحرة ويتمتع الناس فيها بحقوقهم وخيراتهم بدون أي يعني قمع أو أي استبداد. فنحن نذكر كل من وقف في المكان الخطأ وأيد الطرف المبطل في هذه المعركة بأن يتوب إلى رشده، وأن يتذكر أن الله متوعده على دعم العدوان وعلى التعاون على الإثم، وأي إثم أكبر مما رأيناه في محاور طرابلس، تفخيخ البيوت ومن تدمير البيوت على رؤوس أهلها وقتل النساء والأطفال وهذه المقابر الجماعية في ترهونة التي هي جريمة ووصمة عار في جبين كل من أيد حفتر يوما من الدهر وقال إنه على حق أو دعمه بالفتاوى أو بالمال أو بالقرارات السياسية أو بالعلاقات الدولية، يجب أن يتحمل كل هؤلاء جزءا من هذا العار وأن يلحق بهم هذا العار، إلا إذا غسلوا أنفسهم من ذلك وانتقلوا من خندق الباطل إلى خندق الحق. نعم، أيضا الشيخ سامي السيسي تحدث عن تهديد الأمن القومي المصري، يعني كيف يتحدث عن تهديد الأمن القومي المصري في الوقت الذي هو يدعم فيه أو يعرض دعما لتسليح أبناء العشائر للقتال أو لقتال أبناء بلدهم أيضا بالقرب من الحدود المصرية؟ نعم، هذا واضح في خطابه، هذه النفسية المستكبرة المستعلية، وهو يتكلم باستعلاء وكأن ليبيا يعني مزرعة له ولأسرته أو لأعوانه، يعني ويخطط ويضع الخطوط الحمراء أينما شاء ويزعم أنه سيسلح القبائل الليبية ويعني يدافع عن هذا الخط الأحمر، ويعني لكن نحن موقنون بإذن الله تعالى أن هذا الغرور سيذهب أدراج الرياح وسينكسر
وإن كان هذا الرجل وأمثاله وأعوانه ومن يؤيده من الأطراف الليبية للأسف يعتبرون، فإن فيما حصل في هذه المعركة عبرة يعني، وستدور الدوائر عليهم. نحن لا نترك في هذا، إن لم يكن اليوم فغدا. وماذا رأت يعني، ماذا رأت مصر من نعم. ألو ألو شيخ سامي، أنا أسمعك. نعم، ماذا رأت مصر يعني من طيب من خطورة من خطورة عليها من 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 الثورة الليبية؟ أنا لم أفهم يعني ما الذي طال مصر من الأذى ومن الاضطرابات والبلابل من الثورة الليبية. إن قصدوا يعني الداعش المصنوعة في ليبيا، فإن قوات البنيان المرصوص ومن معهم من ثوار فبراير والقوات المؤيدة لفبراير قد كفتهم المؤنة وهزمت داعش في معقلها في سرت. فشماعة يعني الأمن القومي وشماعة يعني القضاء على الإرهاب هذه أصبحت يعني لفظة مكرورة وممجوجة، ومعروف أنها يعني إنما ترفع لخدمة أهداف يعني وأجندات خارجية، كل يعمل لمصلحة تياره أو بلده ولا يراعي مصلحة الليبيين أبدا. أين السيسي من مشاكله الداخلية لينشغل بمشاكل مصر الداخلية من البطالة؟ ومن الآن المشكلة مع أثيوبيا في موضوع سد النهضة، هذه يعني إن كان لهذا الرجل ذرة من الحياة فعلي أن يهتم يحل هذه المشكلة وينقذ بلده مما ينتظره. ونحن نتألم لحال إخواننا المصريين وهم يعني للأسف ما زالوا تحت حكم هذا الطاغية الدكتاتور الذي إن تمكن لن يدمر ليبيا فقط، يعني سيدمر بلده أولا، سيدمر بلاد المصريين، تلك البلاد العريقة التي كانت يعني مكانا للحضارة ومكانا للعلم ومكانا للنور. فيعني إن لم يعني تنكسر شوكة هذا الرجل في داخل مصر أو في خارجها، فإنه سيكون وبالا على المنطقة بأسرها وأول ذلك يعني بلده. فعودة أخي الكريم لمسألة الحجة يعني الأمن القومي، يعني مصر لن ترى من ليبيا شرا إن استقرت ونجحت ثورتها ونهضت يعني ونهضت فيها التنمية، فإن أول بلد سيستفيد من هذا هو الشعب المصري جارنا يعني. ولكن هذه حجة لتمرير الأجندة التي يخدم لها يعني السيسي. ولكن نحن نبشر كل الأحرار في ليبيا وفي خارجها، حتى الدعم المادي الذي كان يعول عليه من بعض دول الخليج للأسف على رأسها السعودية، الآن في ضوء الظروف الحالية يعني هذا الدعم نستطيع نقول انقطع أو شبه انقطع، بل هناك دعم لأعداء السيسي بعد فشله في ليبيا يعني. فهذه تهديدات نحن الحمد لله لا تخيفنا، ولكن كما قلت أخي الكريم لابد أن نقول كلمتنا في هذا، ولابد أن نذكر كل من وقف مع هؤلاء الظلمة والمتجبرين والطغاة، لأن الدائرة ستدور عليهم بإذن الله لا شك. أيضا شيخ سامي، نعم شيخ سامي، ماذا على الرئاسي فعله اليوم للتصدي لمثل هذه التدخلات الخارجية والتهديدات؟ نعم أخي الكريم، نحن يعني نقول هذه الكلمة دائما ونذكر من هم في الرئاسة وكل من تولى مسؤولية في ليبيا بأن تكون مواقفهم أكثر يعني حزما مع الأعداء وأكثر شدة ووضوحا وشجاعة وصراحة، والتعويل على أن الحل في ليبيا هو بالدرجة الأولى حل سياسي هذا كلام غير صحيح لا يدعمه الواقع. يعني هذا يقال في من بينك وبينه خلاف في الرأي ويناقشك بالرأي وبالكلمة وبالحجج، نعم هذا الحل يكون معه بالحوار وبالسياسة، أما عندما يجند الأجناد ويحشد يعني جيوشه على حدودك ويهدد بمزيد من سفك الدماء وهذا، فمن العبث يعني أن نقول إن الحل معه سياسي. نعم الحل السياسي مصاحب، لكن الحل بكل وضوح وصراحة هو حل عسكري ميداني على الأرض لقطع يد الباطل، أي يد تمتد إلى إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأسرنا في ليبيا في أي بقعة. هذه يجب على كل من تولى مسؤولية أن يعمل على قطع هذه اليد، لا أن يصافحها. فهذا الكلام نقوله
لمن هم في الرئاسة ولغيرهم، لكل من يتولى مسؤولية. يعني كل تصرف من العدو له يعني ردة فعل يجب أن تكون مكافئة. من يكلمك بالكلمة كلمه بالكلمة، لا تكلمه بالبندقية. من كلمك بالدبابة والراجمة والطيران فلا، فمن العبث أنك تكلمه تقول له يا أخي تعال نتكلم ونتفاهم، وهو يقتل ويدمر المدارس والمستشفيات ويدفن الناس أحياء. يعني هذه 11 مقبرة جماعية في ترهونة، هذا كما قلت لك أخي الكريم، هذه وصمة عار في جبين كل من يقف في صف هذا الباطل الذي يمثله حفتر وعصاباته في ليبيا، أو يمثله السيسي أو الإمارات. هذا مشروع واحد متكامل يريد أن يبسط سيطرته على المنطقة بأكملها.